خواطية يعني، أن ملك الموت جاء إليه وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني، وهي أن نقبض روحك. أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعا أنت تأخذني وترك، وترك الحاج قاسم.